أحلى ذكرياتي في العيد كانت مع أهلي وإحنا وسط الجيران واللمة والعيلة والشارع كله كده فرحان إن أول يوم العيد جه. كنا بنروح لجدي وجدتي دايماً أول يوم العيد. بابا حاسة إن أنا زعلانة إن رمضان خلص عشان أنا بحب رمضان جداً، بس كمان مبسوطة قوي بالعيد وبإن الناس كلها نازلة تصلي. كنا بنعمل كحك في البيت فاكرة شكل الصواني وفاكرة وكلنا قاعدين بننقش الكحك. اللبس الجديد ده بيبقى بايت في السرير كده وأفضل بصاله لحد ما أصحى تاني يوم عشان ألبسه. بقول للمصريين كلهم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب سنة وسنين جاية كتير جميلة علينا كلنا، وإحنا عايشين في أمن وأمان واطمئنان يا رب.